ولعناها ليله الاحتفال بانتصارات السوبر. آه. ما تيجي نهني فريق السوبر، فريق الكره الطايره اللي يعني فعلا ده له وقفه مهمه جدا في حلقه النهارده. فعلا مش دول ملوك الصالات بحقيقي، لا دول عندهم رقم عالمي كمان، لا ونجومهم عالميين بمعنى الكلمه. خد بالك طايره الاهلي الفريق الاكثر تتويجا بالبطولات في العالم، ادي يعني الناس حقها، يعني عنده رقم يعني عالمي مدهش الحقيقه. عشان كده حلقه ثريه جدا، هذه ابرز عناوينها. مقالي ومقاله، ومره اخرى ظهرت خفافيش الظلام. الغربال تحيه لفرقه الرافال الاهلاويه. بعضمة لسانه ضغط الأكاذيب وأكاذيب الضغط. الشموع الحمراء الأمير عبد الله الفيصل.